Port is open now, and also the movement within Sudan, and also the الهجمات التي تأتي. سنظل نحافظ على الوضع من قبلنا أن نجتهد جدا في اختيار شخصية يحد إليها بتولي زمام رئاسة مجلس الوزراء في أي أقرب زمن ممكن. فسنسعى إن شاء الله من دواخلنا ومن قناعاتنا واحترامنا، مع احترامنا لهذا القرار أيضا سيكون إن شاء الله هو برضو دافع ومحفز للسير على هداه. السؤال الثاني للأخ الثاني السائل، تسليم السيد الرئيس السابق للمحكمة الجنائية هو أيضا شأن تقرره الحكومات التي تتولى الأمر، وهي التي تقرر إن كان يسلم أو يحاكم محليا. هذا أمر ليس من اختصاصات المجلس الانتقالي في هذه الفترة. ودايرين حكومة انتقالية ومجلس عسكري يجيب لنا حقوق الناس الماتوا.